السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السادس؟ اليوم إن شاء الله يا سادس راح نتناول قاعدة تندرج تحت نوع من أنواع الجموع وهو جمع التكسير. طبعاً إحنا أخذنا أنواع الجموع، أخذنا جمع المذكر السالم وأخذنا جمع المؤنث السالم، وحكينا إنه الجمع يا سادس شو حكينا متعلق في مين؟ في الأسماء. الجمع يتعلق فقط بالأسماء، يعني ما بصيرش مثلاً تجيب لي يؤمنون وتحكي لي هاي جمع مذكر سالم، لا. طبعاً هو تبع يؤمنون بس اتصل مع فعل. الآن الجموع تختص بالأسماء، يعني مثلاً الآن راح نشوف شو الفرق بين جمع التكسير وبين جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. خلينا نكتب مجموعة من الكلمات. مؤمنون وطاب لبات وأولاد. طيب طبعا مؤمنون وطالبات وأولاد جميعها أسماء، ثاني شيء جميعها بتدل على جمع، كلها جمع بتدل على ثلاثة فعش فأكثر، إذا هاي كلها إيش؟ أسماء وكلها بتندرج تحت الجموع، بس كل اسم بيختص بنوع من أنواع الجموع. الآن مؤمنون شو مفردها؟ لازم أقول المفرد عشان أعرف شو نوع الجمع. مؤمن طالبات، شو مفردها؟ طالبة. أولاد، شو مفردها؟ ولد. طيب الآن بنلاحظ إنه الجمع في مؤمنون يا سادس وطالبات، أنا لما جمعت المفرد، شو صار؟ بقيت حروف المفرد الأصلية كما هي، جاءت الزيادة على وين؟ على آخر الاسم. جاءت الزيادة وين؟ على آخر الاسم، بس حروف المفرد الأصلية بقيت كما هي دون تغيير، دون زيادة، دون نقصان أو تغيير في ترتيب الحروف. طالبات نفس الشيء، مفردها طالبة، بنلاحظ إنه الحروف يا سادس حروف المفرد بقيت كما هي على نفس الترتيب، بس الزيادة جاءت على آخر إيش؟ على آخر الاسم. طيب خلينا نشوف ولد أولاد. هون مؤمنون جمع مذكر سالم وهون جمع مؤنث سالم. الآن بالنسبة لولد أولاد، أولاد مفردها إيش؟ ولد. خلينا نشوف انطبق عليها نفس باقي الجموع. هون بنلاحظ إنه في زيادة ألف، زاد هون حرف الألف. بنلاحظ كمان هون إنه زاد حرف الألف. إذا ما جاء الفرق بين أولاد ومؤمنون وطالبات إنه هون يا سادس جاءت الزيادة على آخر الاسم بدون تغيير في حروف المفرد الأصلية، يعني ما عندنا في حروف المفرد الأصلية بقيت كما هي، بينما في ولد أولاد تغيرت حروف المفرد الأصلية بزيادة، جاءت عندي زيادة وين؟ في الحروف. الجمع اللي بتتكسر حروف المفرد فيه أثناء الجمع بسميه جمع إيش؟ جمع تكسير. إذا هذا موضوع قاعدتنا اليوم اللي هو جمع إيش؟ جمع التكسير. كيف يعني جمع تكسير؟ يعني أنا لما أجمع المفرد راح يصير تكسر أو تغيير في حروف المفرد الأصلية، إما بيشمل زيادة زي ما شفنا هون أو نقصان أو تغيير في ترتيب إيش؟ الحروف. أما إذا بقيت الكلمة كما هي وجاءت الزيادة على آخر الاسم فأنا بندرج إذا كان منتهي بواو نون أو ياء نون تحت جمع مذكر سالم، وإذا كان على آخر اسم مفرد مؤنث جمع مؤنث إيش؟ جمع مؤنث سالم. خلينا نشوف ناخذ بعض الأمثلة عشان نوضح جمع التكسير أكثر. خلينا ناخذ السادس بعض الأمثلة. قلم صحيفة سورة وطالب ورسول. الآن أنا بدي أطلب منك، أنا كتبت الآن مجموعة من الأسماء يا سادس، لو طلبت منك تجمع لي هاي الأسماء شو راح تعمل؟ الآن راح تجمع لي قلم، شو راح أجمعها على أقلام؟ قلم راح نجمعها على صورة إيش؟ أقلام. صحيفة راح تجمعها على صورة
صحف، صورة راح نجمعها على صورة ايش؟ صور، طالب، طلاب، رسول، رسل. شو بتلاحظ على المجموع هاي؟ طبعا بنلاحظ انها كلها اسماء كتبناها احنا، لانه حكينا انه الجمع بختص بالاسماء. الان لما انا جمعت قلم على اقلام، بنلاحظ انه لاحظ على حروف المفرد الاصليه، شو صار في عندي هون؟ صار في عندي زياده في حرف الالف هون، وفي حرف الالف في وسط ايش الحروف، يعني صار في تكسير في حروف المفرد الاصليه وتغيير. هذا التكسير اشتمل على ايش؟ على زياده ولا نقصان؟ خامس لسادس، لما حكيت لك زدنا حرف الالف في اول الاسم وألف في النص، معناته هون تكسير ايش؟ زيادة حروف على حروف المفرد الأصلية. هون صار في عندي زيادة على حروف المفرد الأصلية. صحيفة لما جمعتها أنا على صحف، خلينا نشوف شو التكسير اللي صار. خلينا نقارن. الآن في عندي هون حرف ياء حذف والتاء المربوطة، إذا التكسير جاء ب نقص حروف المفرد الأصلية. إذا هون التكسير كان على شكل زيادة، وهون التكسير كان على شكل إيش؟ نقص في حروف المفرد إيش؟ الأصلية. يعني غيرنا، قسمنا الحروف هون بالزيادة وهون بالنقصان. صورة نفس الشيء، جمعناها على صور، صار في عندي حذف للحروف، تكسرت حروف المفرد الأصلية عن طريق حذف التاء المربوطة. طالب، طلاب، خلينا نلاحظ صار في عندي تغيير في ترتيب الحروف، طالب، طلاب، صارت اللام مكان الألف، صح؟ إذا هون التكسير صار في إيش؟ تغيير في ترتيب الحروف، تكسير في حروف المفرد الأصلية عن طريق تغيير ترتيب الحروف. رسول جمعناها يا سادس على انها ايش؟ على انها رسل. شو اللي صار عندي هون التكسير في حروف المفرد الاصليه؟ الراء موجود، السين، الان بنلاحظ انه الواو حذف من حروف المفرد الاصليه، اذا هون التكسير جاء على شكل حذف حرف من حروف المفرد ايش؟ الاصليه. أنا لما أحكي جمع تكسير يعني يا خال يا سادس، لما يكون عندي المفرد وأنا أجمعه عندي الجمع بصير في تكسير، تكسير يعني تغيير في الحروف، التغيير إما بيشمل زيادة زي ما حكينا هون، زيادة في بعض الحروف، أو نقصان بعض الحروف، أو تغيير في ترتيب إيش؟ بعض الحروف. لهذا سمي جمع تكسير، سمي جمع تكسير لأنه عند الجمع بحدث عندنا تكسير في حروف المفرد الأصلية، تتكسر هاي الحروف، تتكسر إما بزيادة أو نقصان أو تغيير في ترتيب إيش؟ في ترتيب هاي الحروف. إذا أنا لما أعرف جمع التكسير أول شيء بنلاحظ إنه قلم، صحيفة، صورة، طالب، رسول، إحنا جمعنا أسماء، اللي كتبناهم كلهم أسماء، وجمعنا إحنا إيش؟ أسماء، اللي جمعناهم يا سادس هم كلهم إيش؟ أسماء. بنلاحظ أنا لما أحكي أقلام، صحف، صور، طلاب، رسل، شو بتلاحظ عليها؟ إنها بتدل على كم؟ على ثلاثة فأكثر. إذا جمع التكسير أول شيء حكينا إنه اسم هو كل اسم يدل على ثلاثة فأكثر مع تكسير في حروف المفرد الأصلية، مع تكسير في حروف المفرد الأصلية. التكسير إما بيشمل زيادة بعض الحروف أو نقصان بعض الحروف أو تغيير في ترتيب الحروف، أو تغيير يا سادس في ترتيب إيش؟ في ترتيب الحروف. الآن لما نيجي ننتقل إلى إعراب جمع التكسير، كيف رح نعرف جمع التكسير؟ الآن طبعاً على جميع أنواع الجموع ما بعرف جمع مذكر سالم حسب موقعه، وبحكي بعدين لأنه كذا
بعرف حسب الموقع، بعدين بحكي لي انه مثلا جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم. الان لما انا اجي بدي اعرف جمع التكسير راح يعرب اول شيء حسب موقعه، ثاني شيء عادي راح تكون علامه رفع الضمه ونصب الفتحه وجر ايش وجر الكسره، طبعا حسب الموقع ماشي، راح تكون رفع الضمه والنصب الفتحه والجر الكسره يعربوا حسب موقعه في الجملة ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. يرفع بالضمة ينصب عادي إعراب عادي يعني سادس زي ما تعودنا نعرف، ما إلوش يعني إعراب خاص. خلينا نعمل جدول الإعراب حسن. راح ناخذ الرفع النصب والجر، طبعا الرفع الضمه النصب الفتحه والجر الكسره. الآن شو حالات الرفع اللي بيجي فيها الاسم بكون مرفوع؟ وقت شو موقع الرفع بكون يا سادس؟ راح يكون إما مبتدأ وخبر زي مثلا الطلاب أذكياء، الطلاب إيش؟ أذكياء. إذا أول حالة رح تكون مرفوع بالضمة إذا جاء مبتدأ أو خبر، الطلاب واسم بدأت في الجملة إذا هو مبتدأ، شو خبر عن الطلاب بينهم أذكياء؟ طبعا مبتدأ وخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا هون جمع تكسير بس أنا عرفته حسب مفهوم الجملة، طالب طلاب ذكي أذكياء، أنا عرفته حسب الموقع، مبتدأ وخبر عادي مرفوع وعلامة رفع إيش؟ الضمة. إذا يرفع بالضمة إذا جاء مبتدأ أو إيش؟ أو خبر. الآن كمان متى بكون في حالة رفع؟ إذا وقع فاعلاً. كيف يعني فاعل؟ يعني بعد الفعل. يعني يأتي بعد إيش؟ سادس بعد الفعل. مثلا اعطوني جمله فيها فاعل يكون جمع تكسير لعب الاولاد في الملعب، لعب الاولاد في الملعب. الآن هون جمع التكسير اللي هو الأولاد صح؟ ولد أولاد صار في تكسير وتغيير الحروف. الآن شو سبقه؟ لعب فعل ماضي مبني على الفتح معناته الأولاد قاموا باللعب، إذا هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيش؟ على آخره. ماشي؟ إذا بكون رفع إذا جاء مبتدأ أو خبر أو إذا جاء إيش؟ أو إذا جاء فاعل.
طب متى راح يكون منصوب؟ طبعا اذا جاء مفعولا به، يعني بعد الفعل وبعد الفاعل. مثال يا سادس، قرأت كتبا كثيرة. قرأت كتبا كثيرة. الآن قرأ في الماضي مبني على السكون، التاء المتحركة هاي ضمير متصل دائما بتكون مبني في محل رفع فاعل. قراءتي وقعت على مين؟ على الكتب، كتاب كتب. إذا هاي جمع تكسير صح؟ صار في تكسير في الحروف المفردة الأصلية، كتاب كتب بالحرف. كتبا مفعول فهارب إعراب عادي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طيب بالنسبة لحالة الجر راح يجر بالكسرة. طبعا احنا بنعرف انه بيجي مجرور اذا صدق بحرف من حروف ايش يا خامس سادس، بحرف من حروف الجر. مثلا مشيت في الطرق، مشيت وين؟ في الطرق. الآن مشي فعل ماضي مبني على السكون، تاء متحركة ضمير متصل مبني في محل رفع ايش؟ فاعل. إذا مشي فعل ماضي مبني على السكون، هاي التاء المتحركة طبعا بنعرف دائما إنها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طبعا في حرف جر الطرقي احنا نعرف دائما اي كلمه بعد حرف الجر او اسم نعرف ايش؟ اسم مجرور، اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على ايش؟ على اخره. اذا قال الطلاب واذكياء نوعها جمع تكسير. لما احكي لك شو نوعها من الجمل تحكي لي جمع تكسير، بس عند الاعراب يا سادس نعرفها حسب موقعها، ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره. هون كتبا كمان جمع تكسير بس عرضناها حسب موقعها من وين؟ من الاعراب. وهون في الطرقي هي جمع تكسير بس ضربت اسم مجرور لانها صدقت بحرف ايش؟ بحرف جر. ماشي؟ اذا عند الرفع طبعا موقع الرفع مبتدا خبر فاعل، موقع النصب مفعول به، وموقع الجر اذا سبق بحرف من حروف ايش؟ من حروف الجر. الان يا سادس، مش شرط اي كلمه بتنتهي بالف وتاء تكون جمع مؤنث. خلينا ناخذ مثال، مثلا عندي أوقات وعندي بنات، شو رأيك؟ طبعا هذول أسماء وجمع، شو نوعهم من الجموع أوقات وبنات؟ هل جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير؟ شو رأيك؟ الآن أوقات خلينا نشوف شو مفردها، مفردها وقت. وبنات شو مفردها؟ بنت. طيب الآن أنا بلاحظ إنه حروف المفرد الأصلية وقت أوقات جاءت عندي زيادة تلفون، يعني صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية. بنت بنات نفس الشيء، جاءت عندي تلفون، يعني الزيادة ما جاءت على الأخير، صار في تغيير في حروف المفرد إيش الأصلية، صار في عندي ألف هون وصار في عندي ألف إيش هون. معناته بما إنه صار في تكسير، إذا أوقات وبنات هل هي جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ إذا هي إيش أساس الجمع؟ تكسير. يعني مش شرط اني اشوف انا الف وتاء على طول جمع السالم، لازم ارجع الاسم الى المفرد واشوف اذا الزياده جاءت على اخر الاسم بدون تكسير في حروف المفرد الاصليه هي جمع السالم، اما اذا صار في تغيير وتكسير معناته على طول انا بعتبرها جمع ايش؟ جمع تكسير. ماشي؟ القادمة إن شاء الله يا السادس راح نحل التدريبات. يعطيكم العافية.